تعد مشاريع مدن البحرين الجديدة التي تشيدها الوزارة في الوقت الراهن وتوفر من خلالها آلاف الوحدات السكنية للأسر البحرينية من أهم المشاريع والتي تأتي في مقدمة البرنامج الإسكاني الذي تعمل عليه الوزارة. هذه المدن الجديدة هي تجسيد لرؤية ثاقبة للقيادة الرشيدة بهدف تحقيق مبدأ استدامة الخدمات الإسكانية. مدن البحرين الجديدة حلم لامس الواقع حتى أصبح نموذجا مميزا يجسد مفهوم تعزيز جودة السكن وجودة الحياة للأسرة البحرينية لما تضمه من مرافق حيوية تم تصميمها وتشييدها وتجويدها وفق أحدث المواصفات العالمية الحديثة لخدمة قاطني تلك المدن وتحسين مستوياتهم المعيشية. جودة الحياة تبتدي من التخطيط، من تخطيط المدينة ومن الرؤية التي تأتي قبلها. الرؤية جاءت من سيدي صاحب السمو الملكي سمو العهد الأمير سلمان بن حمد آل خليفة بتصور لإنشاء مدينة نموذجية بكافة مكوناتها، كل مكونات المشروع في مكان معين. الشواطئ الموجودة في المدينة نتكلم عن 13 شاطئ ومسارات مخصصة للدراجات الهوائية، مسارات مخصصة للمشي، خلاف على الحدائق التي تفوق 70 حديقة مفتوحة بمناطق ألعاب مفتوحة في المدينة. هنا نتكلم عن مدينة سلمان، ويوجد مدن أخرى تعمل عليها وزارة الإسكان وهي مدينة شرق سترة، مدينة شرق الحد، مدينة خليفة وضاحية الرملي. كل هذه المدن تم تحقيق فيها مبدأ جودة الحياة، وهو مبدأ ونهج يعمل عليه المختصين في الوزارة بتطويره بشكل وبآخر بإذن الله. هذه المدن الحديثة والمتطورة تضم جملة من المرافق على مسافات متقاربة يمكن الوصول إليها بشكل سريع وسلس لجميع القاطنين، حيث يمكنهم الاستمتاع بممارسة رياضة السباحة أو الجري أو المشي ضمن مساحات مخصصة لذلك في الجهة المقابلة للشاطئ في بعضها. وأشكر القيادة الرشيدة على المدينة الجميلة الصراحة اللي كانت صراحة روعة روعة روعة، يعني ما توصف صراحة. لما الواحد يجي ويسكن هني ويعيش هني غير صراحة. ما شاء الله مدينة شرق الحد فيها يعني المرافق زينة والممشى والناس، يعني ما شاء الله يعني كنت أشوفهم يلعبون والجو حلو، وما شاء الله فيها يعني المرافق أشوفها منتشرة، مو يعني بس يعني حديقة واحدة، لا منتشرة في كذا منطقة. فيها وايد ما شاء الله شروحة، كنت بروحش كنت تشوفين البحر وممشى والعوب حق اليهال، يعني وأي وقت تبين تطلعين ما شاء الله، يعني حتى في الليل بعد شرحة، يعني ما شاء الله كلها البيوت صايرة يعني مثل كلها أغلب البيوت كلها اللي على البحر أو بعضهم اللي مو على البحر تشوفين جدومهم حديقة، جدومهم براحة، ويعني متنفس وايد حق يعني الأهالي كذي وحق اليهال بعد في نفس الوقت. مدينة واجد ممتازة وفيها جميع المستلزمات، يعني منطقة حلوة ومدينة جميلة وحياة هادئة، يعني يوميا العصر نتمشى وجو حلو. مشروع المدن الجديدة يعد من أبرز المشاريع التي توفر كافة الاحتياجات لقاطنيها من البنى التحتية والعمرانية وصولا إلى الترفيهية والحاجات المعيشية الأساسية والبيئية، وامتد ذلك الاهتمام ليشمل توفير مناطق تجارية واقتصادية ومناطق خدمية عصرية وحدائق ومساحات خضراء مفتوحة ومناطق للألعاب بالإضافة إلى الملاعب الرياضية. واجهات بحرية، مسارات رياضية، مساحات خضراء تتميز بها مدن البحرين الجديدة، فالحكومة الموقرة تحرص على توفير مقومات جودة الحياة بالمشاريع الإسكانية بما يلبي تطلعات المواطنين الحالية والمستقبلية. خولة القرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.